اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، وتغطيتنا الخاصه دايما عن حاله الطقس. هنتابع مع حضراتكم فيها. تشهد البلاد هذه الايام ارتفاعات طفيفه بدرجات الحراره وسط اجواء حاره بالقاهره والوجه البحري، ويظل الطقس شديد الحراره على جنوب البلاد مع توقعات بموجه حاره تضرب البلاد منتصف الاسبوع المقبل. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال يومي الاثنين والثلاثاء يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، هيكون معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. كما يشهد يوم الاثنين المقبل نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة، ويكون في أيضا فرص للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. كما تتعرض البلاد الاثنين المقبل لموجة حارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة يوم الثلاث العظمى بالقاهرة 39 درجة، وجنوب البلاد درجة الحرارة هتتراوح من 42 ل 44 درجة. أما عن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية أيضا، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ويكون في كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. خليني كمان استعرض مع حضراتكم خريطة الظواهر الجوية خلال الأيام اللي جاية. ونبدأ معاكم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الحد 30 مايو. هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. أما أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين 31 مايو، اعتبارا من يوم الاثنين لحد يوم الثلاث 1 يونيو، هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. أيضا هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة. كمان هيكون في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. يوم الثلاث 1 يونيو هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. أما يوم الأربع 2 يونيو هيكون في أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. ويوم الخميس أيضا تستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. هيئة الأرصاد الجوية نوهت إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أنه يتم تحديث التنبؤات بصفة يومية. وقبل ما نختم مع حضراتكم نشرة أخبار الطقس، هنستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع. يوم السبت 29 مايو القاهرة والوجه البحري 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة. الحد 30 مايو القاهرة والوجه البحري 34 درجة، السواحل الشمالية 29 درجة. يوم الاثنين 31 مايو القاهرة والوجه البحري 38 درجة، السواحل الشمالية 36 درجة. ويوم الثلاث 1 يونيو القاهرة والوجه البحري 38 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة. بنشكر حضراتكم بالتأكيد على متابعتنا في هذه التغطية الخاصة من تلفزيون يوم السابع، وإلى اللقاء.